العالمين. بقى بقول لصوفيا طبعا بكره بقى يعني عيد الحب يوم الخميس، فكنت عايز اجيب لك بوكيه ورد ولا حاجه يا صوفيا بالمعزه والاخوه والاحترام والود اللي بيننا وبين بعض. فردت عليا صوفيا قالت لي بالله عليك بلاش ورد، وقولي لاخواتنا المشاهدين المتابعين ليه. اولا يا جماعه يعني طبعا انتوا عارفين ان انا دارسه علم اسمه الشائر البشائر، جزئيه كده اللي هو التفاؤل والتشاؤم والطايره والقصه دي كله داخل في الدراسه دي. من ضمن الحاجات اللي انا يعني ايقنت وتثبتت منها ان اي حد بيهادي حد حاجتين اللي هي الورد او البخور بيقطع العلاقه بينهم تماما، يعني طالت المده قصرت المده مش هتعرفوا بعض تاني. فانا عايزه اداوم على صداقه رفعت واخوته ومحبته، فما ينفعش اقطع اللي بيني وبينه. ليه بقى؟ ليه؟ لاني يعني بالبسيط كده ان الورد ليه فتره زمنيه صغيره فيها فرحه وبعد كده خلاص بيدبل ويموت، فهي دي بتبقى ايه؟ دي تعبيرا على هذه العلاقه ان ليها اخر. لا قلت له لا انت تروح تجيب لي يا صبار. لا 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 ما قلتليش كده. اسمعوا بقى هقول لكم البهاريس سوانا عليا ده، انا ما بكذبش دبدوب. لا لا ولا دبدوب. قالت لي خش عليا بشويه ملوخيه. قلت لها مش كل يوم ثلاثه، حرام عليك انا زهقت من الملوخيه. قلت له ملوخيه يعني ملوخيه واصلي فيها الدبدوب. ايوه فجبت لها ملوخيه والقطه ما تكذبش.